السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، عطلت زخات رعدي من الأمطار كانت غزيرة في بعض المناطق، خاصة في المناطق الساحلية الواقعة جنوب منطقة القنفذة وامتدادا حتى سواحل شمال منطقة جازان. هذه الأجواء غير مستقرة يتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة، لكن الأجواء تكون أكثر استقرارا في باقي مناطق المملكة باستثناء حالة طائفة من عدم الاستقرار الجوي فوق منطقة حائل يتوقع أن تتلاشى خلال الساعات القادمة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول حالة من عدم الاستقرار الجوي في جنوب غرب المملكة وبالتالي أمطار رعدية في عموم تلك المناطق وارتفاع على درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم الركامية الرعدية الماطرة في المنطقة الجنوبية الغربية، المناطق الساحلية والمرتفعات أيضا. هذه الغيوم الرعدية تركزت فوق المناطق الساحلية من جازان وامتدادا حتى جنوب منطقة جدة، ثم امتدت لاحقا نحو المرتفعات الجبلية. كما ذكرنا هذه الغيوم عملت على طول زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة في بعض المناطق. حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي هنا فوق منطقة حائل يتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة وخلال اليوم غد على أن تتلاشى بشكل كامل خلال الساعات أو خلال الأيام القادمة تحديدا خلال منتصف الأسبوع الحالي. خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع، حالة من عدم استقرار جوي في المنطقة الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة جدة ومدينة جدة خلال ساعات مساء الأحد، حيث تكون الفرصة الأفضل لهطول زخات خفيفة من الأمطار في مدينة جدة على أن تتلاشى هذه الفرصة خلال الأيام القادمة واعتبارا من هذه الليلة. لكن فرصة الأمطار تستمر بشكل يومي في عموم المنطقة الجنوبية الغربية الساحلية والمرتفعات الجبلية خلال الأسبوع الحالي. حالة عدم استقرار الجوي فوق حائل أيضا يتوقع أن تضعف ثم تتلاشى تدريجيا على أن يسود الطقس مستقر في باقي مناطق المملكة خلال منتصف الأسبوع الحالي، وتتراجع شدة حالة عدم الاستقرار الجوي أيضا اعتبارا من يوم الثلاثاء فوق المنطقة الجنوبية الغربية بسبب سيطرة لمرتفع جوي في فوق شبه الجزيرة العربية. خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يوم الأحد تستمر كتلة هوائية باردة نسبيا بالسيطرة على أغلب مناطق المملكة، درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار لكن بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تندفع نحو المملكة كتلة هوائية دافئة قادمة من القارة الإفريقية، هي ناتجة عن اندفاع لمنخفض جوي نحو وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، يقابله اندفاع آخر لهذه الكتلة الهوائية نحو الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وآخر الأسبوع الحالي في عموم مناطق المملكة خاصة القسم الغربي من الجزيرة العربية، حيث كما ذكرنا ترتفع درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس رطب، فرصة لتشكل الضباب الخفيف، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 10 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس غائم جزئي 18 إلى 9، يوم الثلاثاء 17 إلى 6، ويوم الأربعاء طقس صافي 18 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.